نكهة شهر رمضان بين ديار المهجر وأرض الوطن تختلفان، ما يجعل من جاليتنا تتمنى قضاء الشهر الفضيل مع الأسرة. والعينة عنابة، والوقت هو رسو باخرة قادمة من فرنسا بمنائها. بالفي نصومو ليه وسناك يعودنا في العطلة وجاب رب العالمين، نصومو هنا مع لا فامي، ونتمنى إن شاء الله اللي جايين كل يلحقوا بخير وعافية. جينا نصومو رمضان لهنا مع الدار، توحشنا شربة العجوز. وتكتمل الفرحة بتسهيل إجراءات العبور عبر مصالح الجمارك على مستوى ميناء بونا. من 77-78 ما زدتش عقبت مهنة، ما الفرع على الجي وسنا جيت منها جاب رب العالمين ما شاء الله. غون ديفيرونس بارابور العوام اللي عداو كنا نجيو وي جيسبر اي سا ديور اي سا كونتيني كوم سا. الامر الذي يوضحه المتحدثون باسم التشكيلات المنوطة لها العملية على مستوى ميناء عنابة. فإن إدارة الجمارك وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام للجمارك اتخذت عدة إجراءات وتسهيلات تهدف إلى ضمان الاستقبال الجيد والممتاز لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. هناك تشكيل أمني خاص موضوع يأمن الباخرة على الرصيف، يأمن كامل المسلك بالنسبة للمركبات أو المسلك الخاص بالمسافرين بدون مركبات يعني الراجلين. حملهم الشوق إلى حضن الوطن وكنف العائلة لقضاء الشهر الفضيل وعيشه روحانيا، وهو ما يفتقدونه في أرض المهجر.